صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 62 لسنة 2019 بتعيين نائب لأمين عام التظلمات في وزارة الداخلية. وجاء في المادة الأولى: تعين السيدة غادة حميد حبيب أحمد نائبا لأمين عام التظلمات في وزارة الداخلية بدرجة وكيل مساعد، وذلك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.